إن شاء الله النهاردة معانا أكلة مهمة جدا جدا لمريض السكري، بتوقف امتصاص الجلوكوز وبتقلل مستوى السكر في الدم وبتخفض الضغط. بجد فوائد رهيبة جدا جدا بالأكلة اللي معانا دي، وأكيد احنا بنستخدمها، بس ممكن هقول لكم في ازاي في الفيديو أهميتها وطريقة استخدامها وإيه المحاذير بتاعتها، مين اللي ممنوع ياخدها. فالفيديو مهم جدا جدا لكل مرضى السكر. لو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تنزلوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، اهم حاجة تفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت ما تنسوش تشاروا الفيديو ده وتعملوا ليه لايك عشان يوصل لكل الناس. نخش على طول في الوصفة ونشوف ايه اهميتها او ايه الاكلة اللي معانا مهم. اول حاجة معانا ايه؟ معانا البتنجان الاسمر. البتنجان ذات نفسه قيمته الغذائية عالية قوي قوي لمريض السكر. ازاي؟ غني بفيتامينات زي فيتامين بي 1 وبي 6 وبوتاسيوم ونحاس ومغنيسيوم وفوسفور وحمض الفوليك. يعني من الاخر انت كده كده عندك فوائد ليه عظيمة. حدش اي حاجة بتتحول، النشا بتتحول لسكر، انت لو خدت البتنجان هتوقفي شغل الانزيم اللي مسؤول عن تحويل النشا لسكر، يبقى انت كده ظبطت مستوى السكر. طب احنا لسه قايلين ان القشرة بتاعته فيها مواد مضادة للأكسدة. اهميتها ايه؟ اهميتها بتعمل على تظبيط انتاج السكر في الدم. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت من الاخر سكرك هيفضل مظبوط بفضل الفينوليت وقشر البتنجان. فحاجة كويسة جدا جدا، وبالاضافة ان هو قليل السعرات الحرارية وما فيش فيه دهون، وبيحسسك بالشعور بالشبع، عشان كده لو وزنك زايد او عايزه تخسي بينصحوا برضو بيه ان هم الناس اللي عايزه تخس. بيمنع امتصاص الدهون، بيمنع امتصاص الدم للدهون والكوليسترول. يعني ايه؟ هيقلل لك مستوى الكوليسترول الضار ويرفع لك مستوى الكوليسترول النافع، وبيقلل من حده التوتر العصبي والنفسي، وبيقضي على علامات الارهاق لان احنا لسه قايلين فيه فوسفور، مصدر قوي للفوسفور. وليه فوائد لمرضى القلب والاوعيه الدمويه؟ بيحارب السرطان لانه فيه مضادات اكسده. تناول البتنجان بيعمل على تنشيط الانسولين اللي موجود في الجسم. ليه؟ لان احنا لسه قايلين في اول الفيديو قيمته الغذائيه في مغنيسيوم، والمغنيسيوم ماده مهمه في كده، وفي بوتاسيوم، وبيعمل على استقرار مستويات الانسولين وبيجنبك الجلطات اللي موجوده عند مريض السكري. وبيعمل على التحكم في السكر، وبيعالج بصوره كويسه جدا جدا النوع الاسود. بس النوع الاسود ده احلى نوع على فكره يا جماعه في البتنجان، بس بشرط انك تعديه بطريقه كويسه وتستخدميه. وبيفضل انك تستخدميه مشوي او مسلوق، مع انك تضيفي عليه ليمون وخل. وحاولي تبعدي عن القلي. عارفه ان الناس اللي بتقليب زيت وحاجات من دي ليه؟ لان الناس اللي بياخدوه في زيوت وبيقلوه كده بيزود الوزن عندهم، وده حاجه غلط. ممكن في ناس بياكلوه كده زي ما هو، في ناس بيسلقوه، وفي ناس بيشووه. احلى حاجه، احلى طرق استخدامه الشوي والسل. ده البتنجان وايه، ودي طريقته. طب هل البتنجان مهم لمرضى السكر بيعالج لهم حاجات تانية او للناس كلها؟ وانا واحد دلوقتي جاي يسالني انا ممكن اكل البتنجان ليه؟ ايه فوائده ليا؟ اول حاجه بيحافظ على صحه الكبد ويمنع الامساك. لو انت عندك امساك، وده موجوده جدا في مرضى السكر، دول مشهورين جدا بان عندهم امساك على طول، صح ولا غلط؟ البتنجان بيعالج المشكله دي. تمام؟ بيقولوا انك لما تاكل البتنجان ذات نفسه ده ني زي ما هو كده، بيعالج امراض الكبد وبينتج عصاره صفراويه اللي هي مهمه في عمليه امتصاص الدهون، امتصاص الاكل عموما يعني. وبيزود الدهون الموجوده في الكبد اللي احنا لو كناه بس بناكله ني، ويمنع امراض الفشل الكبدي، وبيساعد على التخلص من التهاب الكبديه، وبيقلل الالم اللي موجود عند مريض الكبد. بيقلل حرارة الجسم الموجودة في الإنسان، بيقللها بنسبة 10 درجات. وبيمنع البتنجان الطعام المتراكم في الأمعاء، لأن احنا السائلين بيعالج الإمساك، فهينظف لك كل المعدة لو عندك براز متحجر طعام موجود وفضلات وغيره. وبيعمل على تحريك المعدة، فما بيجيلكيش أي سموم أو أي حاجة. في حاجة تانية بقى هقول لكم عليها، في ناس بيعملوها عصير، بيمسكوا البتنجانة دي يعملوها عصير.
طيب في هي الافضل في فوائد كتير قوي للبتنجان الني دي، ان هم بيعملوا عصير وبيشربوه على الريق الصبح. طب هل ليه فوائد بقى العصير؟ اه، ايه فوائد عصير البتنجان؟ اول حاجه بيجدد خلق الدم وبيعمل على تقليل الكوليسترول، بيطرد السموم من الجسم، وبيعمل على تنشيط الكلى وبيمنع الحصى. ده ايه ده مشروب او عصير البتنجان. يعمل على تليين المعدة وسهولة إخراج وإفراز الأجسام المضرة في المعدة. بيحتوي على بوتاسيوم، فبالتالي هيخفض لك ضغط الدم ويعالج لك الالتهاب الأعصاب. ده عصير إيه برضو بنوه، عصير البتنجان. عصير البتنجان برضو بيعالج القولون العصبي ويمنع الأعراض الدماغية، بيقضي على الجذور الحرة. عصير البتنجان بيظبط نسبة السكر في الجسم. فهو العصير، ان الناس اللي خدوه عصير لقوا الحاجات دي ولقوا الدراسات عليه وفوائده كده. كثرة تناول العصير البتنجان بيقلل من الجلطات الدموية وبتصدى للسرطان. عصير البتنجان فيه الكاروتين اللي يمنع امراض القلب. متخيلين؟ يعني سبحان الله، يعني البتنجان ده سحر يا جماعة بجد. لما تشرب كوب صغير من عصير البتنجان قبل الوجبة بيعمل على إنقاذ الوزن. يعني واحد دلوقتي عايز يخس أو واحدة عايزة تخس، فعايزة تعمل إيه؟ تشربي عصير بتنجان على الصبح كده على الريق. هل ليه فوائد تانية؟ طبعا بيعالج البواسير. إزاي؟ لأنه بيعالج التمزقات اللي سببها النزيف ونتيجة لتورم البواسير. طب إزاي بيعملوها؟ بيستخدموها إنك تقطعي البتنجان ده شرايح وتحطيها فوق الأماكن المصابة بالبواسير. طيب لو احنا كنا بقى مش شاربناه عصير، لو كنا زي نفسه كده ني، ايه أهميته؟ لسه قايلين ان هو بيظبط السكر، بيعالج أمراض، وبيحافظ على سلامة القلب والعينين، وبيساعد على التصدي للسرطان، ويجعل البشرة كويسة جدا، ويقوي القدرات المناعية، بيرفع جهاز المناعة جدا جدا يا جماعة، ويحسن عملية الهضم، وبيزود القدرات المعرفية، وبيعالج فقر الدم، ومفيد جدا للأجنة للجنين، ويحافظ على الكبد. يبقى كده خلصنا فوائد أول جزء. كان إيه فوائد البتنجان لمرضى السكر، صح؟ وبعد كده مش بس كده، مريض السكر ممكن ياخده، وأي مريض تاني زي ايه؟ زي قلنا اللي عالج ضغط الدم، عنده مشاكل في الكبد والكلى، كل حاجة وقلناها. وايه احلى طريقة؟ قلنا الاسود افضل نوع طبعا. تاني حاجة، في منه بيعملوا ني ومشوي، ده افضل نوع. الناس اللي بيقلوه في زيت وحاجات ده وحش خالص، لانه بيزود الوزن. الافضل تكنيه ني، او في ناس بيعملوه عصير. انما المريض المناعية، بيرفع جهاز المناعة جدا جدا يا جماعة، ويحسن عملية الهضم، وبيزود القدرات المعرفية، وبيعالج فقر الدم، ومفيد جدا للأجنة للجنين، ويحافظ على الكبد. يبقى كده خلصنا فوائد أول جزء. كان إيه فوائد البتنجان لمرضى السكر، صح؟ وبعد كده مش بس كده، مريض السكر ممكن ياخده، وأي مريض تاني زي ايه؟ زي قلنا اللي عالج ضغط الدم، عنده مشاكل في الكبد والكلى، كل حاجة وقلناها. وايه احلى طريقة؟ قلنا الاسود افضل نوع طبعا. تاني حاجة، في منه بيعملوا ني ومشوي، ده افضل نوع. الناس اللي بيقلوه في زيت وحاجات ده وحش خالص، لانه بيزود الوزن. الافضل تكنيه ني، او في ناس بيعملوا عصير. انما المريض